نعمل تاني وصفة من حلقة أرمينيا واللي هي البورما. والبورما زي البقلاوة بتاعتنا، هما بس بيلفوها بطريقة مختلفة. ومقادير البورما عندنا واحد باكت جلاش وزبدة مذابة. بالنسبة للحشو هيكون 2 كوب عين جمل مجروش، نص أو تلت كوب سكر، واحد معلقة صغيرة قرفة. وبالنسبة للشربات هيكون 2 كوب سكر، 1 معلقة صغيرة عصير ليمون، و1 كوب مية. هنحط الشربات على النار. نحط المية والسكر والليمون وهنسيبه لحد ما يغلي، علشان لما البورما تطلع من الفرن نحط الشربات عليها وهيكون الشربات بارد. هنخلط مقادير الحشو، الجوز والسكر والقرفة، هنقلبهم مع بعض. هنحضر صينية وهنجيب البقلاوة هناخد أول واحدة وهندهنها بالزبدة. هنحط فوقها واحدة هنجيب الحشو وهنحطه بالشكل ده. هنقفل أول جزء على الحشو وبعدين هنجيب أي عصاية رفيعة عندنا وهنبتدي نلف بيها البقلاوة. حوالين العصاية بالشكل ده. ودلوقتي هنوقفها كده وهنضغط عليها علشان نكرمشها، وبعدين هنشيل العصاية ونحطها في الصينية بالشكل ده. نعمل كمان، ناخد ورقة واحدة ندهنها وهنغطيها بورقة تانية نحط الحشو في التلت الأولاني تقريبا. ونقفل عليه وبعدين نلفها على أي عصاية تكون رفيعة ونوقفها ونضغط عليها علشان تتكرمش. نشيل العصاية ونحطها في الصينية بالشكل ده. وبعد كده ممكن نسيبها بنفس الطول أو ممكن نجيب سكينة ونقطعها
بالحجم اللي احنا عايزينه. وطبعا هنكمل الصينية، وقبل ما ندخلها الفرن هنحط عليها زبدة وأول ما تطلع من الفرن هيكون الشربات بتاعنا اللي عملناه بقى جاهز، وهنحط عليها الشربات وهو بارد وهي سخنة، وأشيل الحاجات دي من هنا ونقدم البورما الجاهزة مع بعض. وده بيكون شكل البورما، وممكن نرش على الوش مكسرات